السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الشابتر راح نشرح ما تبقى من مادة الفاينل، شابتر رقم 13 بعنوان Sexual Life Cycle and Meiosis. تحدثنا في شابتر رقم 12 عن الميتوسيس، وتعرفنا على عملية الميتوسيس بكل فيز ايش بيصير عندنا، والسيل سايكل والى اخره. هذا الشابتر تقريبا يشبه الميتوسيس مع اختلافات بسيطة في يعني. تمام، اوكي، خلينا نبلش بمقدمة هذا الشابتر. الميوسيس، ايش بنقصد بالميوسيس؟ الميوسيس it's a division that reduce number of cell chromosome of health. انه الخلية بتنقسم الكروموسومات فيها للنصف، يعني راح انتج خلية فيها نصف عدد الكروموسومات. تمام، خلية فيها نصف عدد الكروموسومات. في الميتوسيس انا كنت بنتج خلية جينيتيكلي ايدنتيكال فيها نفس عدد الكروموسومات، نفس الدي ان اي من الخلية الاصل، نفس الدي ان اي من الخلية الاصل. تمام، اما في الميوسيس فانا بنتج خلية، هاي الخلية بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات من الخلية الاصل. تمام، اوكي. each gene، كل جين ان or an organism DNA exit a specific locus on create الكروموسوم. كل جين بيحتل موقع مخصص على الكروموسوم او على الـ DNA molecule. طبعا عملية التكاثر او الـ reproductive system عملية او هي صفة اساسية في جميع الكائنات الحية. so reproduction بتنقسم ل two type، sexual و asexual. في عندها اشي اسمه asexual reproduction اللي هو التكاثر لا جنسي، و sexual reproduction التكاثر الجنسي. ال asexual reproduction اللي هي طبعا هي عبارة عن عملية، او بدنا نعرف عملية ال reproduction. اول اشي هي عبارة عن عملية حيوية ينتج بها افراد جديدة. عملية التكاثر هي عبارة عن عملية حيوية من خلالها بنتج عندي أفراد جديدة. الـ asexual reproduction إنه أنا أنشئ أفراد جديدة بدون تدخل أي فرد آخر، يعني بنتج أفراد جديدة من فرد واحد فقط، من single parent. is a single parent produce genetically identical of sparing by mitosis. إنه أنا بنتج فرد جديد، هذا الفرد الجديد is genetically identical، بشبه single parents الأصل. تمام، بشبه الأصل. تمام، كيف تنتج عندي؟ عن طريق الميتوسيس. السكشوال ريبرودكشن انه انا بنتج فرد جديد، لكن هذا الفرد نتج من قبل فردين بيختلفوا بالجنس، مثل الذكر والانثى. الذكر والانثى عن طريق عملية الفيرتلايزيشن. تمام، بيتم انتاج الزايغوت، then the zygotes بيتم بعمليات الانقسام ومنتج عندي الامبريو، وبتميز لذكر او انثى. So the sexual reproduction اللي هو التكاثر اللاجنسي combined gene from two parents، هي عبارة عن دمج الجينات from two parents من جنسين، leading to genetically diverse of offspring. فبنتج عندي جنس جديد، هذا الجنس genetically diverse، جيناته تقريبا عنده جينات مختلفة عن الجينات الأصل. تمام، عن جينات الأب والأم الأصل. أوكي، سو أنا في الـ asexual reproduction بنتج فرد جديد، هذا الفرد الجديد بنتج بدون تدخل فرد آخر، يعني بيكون عندي single parents هو المسؤول عن إنتاج هذا الفرد، مثل البكتيريا. البكتيريا عن طريق الميتوسيس ديفيجن بتنتج عندي افراد، هذه الافراد جينيتيكلي ايدنتيكال. اوكي، اما السكشوال ريبرودكشن فهو انه بصير عندي كومبايند جينز بتوين ذا مثلا ميل اند فيميل اند ليدنج تو برودكشن زايغوت. تمام، اوكي. النورمالي هيومن سوماتيك سيل ار ديبلويد. الهيومنز normal الصوماتيك سيل، الخلايا الجسمية لهم ديبلويد، يعني 2N.
They have 46 كروموسوم made of two set of 23 كروموسوم. يعني كل سوماتيك سيل، كل خلية جسمية عندها 46 كروموسوم. هدول 46 كروموسوم مصفطات على شكل 23 زوج. أوكي، هلا the human diploid cell have 20 homologous pair of autosomes. هدول السوماتيك سيل، اوكي، او الهيومنز، في عنا 22 هومولوجس بير، 22 هومولوجس بير. هومولوجس بير يعني عندي كروموسومات هومولوجس، يعني عندي فور كروموسومز. تمام، الكروموسوم هو عبارة عن لما بتضاعف بعطيني سيستر كروماتيد، فأنا عندي كل زوجين من هدول الكروموسومات از هومولوجس. في عندي 22 زوج بيمثلوا الأوتوزومز، الأوتوزومز، وزوج واحد من الكروموسومات بيمثل السكس كروموسوم. يعني عندي 22 زوج من الكروموسوم بسميهم أوتوزوم، وون كروموسوم، كروموسوم واحد بسميه سكس كروموسوم. تمام، وان بير اوف كروموسوم بسميه سكس كروموسوم، اللي هو بيتميز لإكس اند واي. تمام، اوكي، زي ايش السكس كروموسوم؟ مين هم السكس كروموسوم؟ اللي هم الجاميتس، الاوفري اند التستس. الاوفري اند التستس بروديوس هابلويد جاميت باي مايوسيس. يعني كل جاميت بيحتوي على 23 كروموسوم. تمام، is haploid جاميت. تمام، during fertilization، خلال عملية الفرتلايزيشن، ال egg and sperm unit. تمام، ال egg وال sperm بتحدوا فبيشكلوا لي diploid single called zygote. لما ال egg and sperm بيصير لهم fertilization بنتج عندي خلية اسمها الزايغوت، وهاي الزايغوت هي عبارة عن دبلويد سيل. دبلويد سيل يعني 2N عندها 46 كروموسوم. حكينا الإج والسبيرم هم جاميت، الإج فيها 23 والسبيرم فيه 23، راح يصير لهم اتحاد فراح ينتجوا ايش عندي؟ الدبلويد سيل، وهي عبارة عن 46 كروموسوم. هذا الدبلويد، عفوا، هذا الزايغوت which developed to multicellular organism by mitosis. زي ما حكينا الزايغوت في شابتر 12 هو مثال على عملية الميتوسيس، بصير the development of multicellular organisms. تمام؟ اوكي، هون أنا حاطت لك معنى haploid number بأنه هي عبارة عن cell that contain نصف number، نص عدد ال parent cell كروموسوم. طيب the stage of meiosis، في عندي two stage للميوسيس، الانترفيز and الميوسيس. الانترفيز هي المرحلة التحضيرية وبتنقسم ل three sub phases G1 G2 S phase. وبالS phase طبعا بيصير عندي DNA duplication، تمام، and the original duplication and the centrosome centromere duplication. والG1 والG2 بيصير فيهم the growth، اوكي، اللي هو بصير فيهم عندي الجروث. الميوسيس بتنقسم ل ميوسيس 1 وميوسيس 2. ميوسيس 1 بنقسم ل 5 سب فيسز، برو فيز 1، ميتا فيز 1، انا فيز 1، تيلو فيز 1، اند سايتوكاينيسيس 1. تمام، سايتوكاينيسيس 1. الميوسيس 2، بروفيز 2، ميتافيز 2، انافيز 2، تيلافيز 2، اند اخر اشي عندي السيتوكاينيسيس 2. اوكي، بدنا نشوف بالميوسيس 1 ايش بيصير عندي، بميوسيس 2 شو بيصير. بميوسيس 1 بدي اشرح لكم اياهم على الصور عشان اسهل لكم. اوكي، بميوسيس 1 ايش بيصير عندنا؟ بدي اقرب لكم شوي الكاميرا. هلا بميوسيس 1 بيصير عنا سيبريت للهومولوجس وكروموسوم. اول اشي بدنا ندخل بمرحله البروفيز 1. هلا البروفيز 1
زي ما احنا متعودين في شابتر رقم 12 حكينا، اللي هي بتتجهز الخلية، بتختفي النواة، بتظهر السبندل فايبر، بتتشكل الأستر، صح؟ بيصير الكروموسوم كوندنس، النيوكليار انفلوب ببلش يصير له بريك داون، ببلش يتكسر، والنيوكليوس بتختفي. في الميوسيس 1، في مرحلة البروفيز 1، بتصير عندي اشي اسمه السينابس. ايش بنقصد بالسينابس؟ السينابس بنقصد فيها بانه each two chromosome close to each other، انه بيكون عندي كروموسومين، الكروموسومين هدول two chromosome close to each other، بيقربوا من بعضهم، بتقربوا من بعضهم. هلا هدول الكروموسومز، التو كروموسومز بسميهم بير، زوج. هدول الازواج بسميهم هومولوجس كروموسوم. هومولوجس كروموسوم يعني عبارة عن تو كروموسوم، بير اوف كروموسوم، زوج من الكروموسومات. كيف بيكون شكلهم؟ هيك شكلهم. هاي عندي الكروموسوم الاول، تمام، هون عندي الكروموسوم الثاني، اوكي، بيصيروا قريبات من بعضهم البعض، هيك بصير شكلهم. هذا عندي بير اوف كروموسوم، هومولوجس كروموسوم. شو رح يصيروا؟ رح يعملوا اشي اسمه السينابس. السينابس بانه يكونوا هدول الكروموسومات قريبات جدا من بعضهم البعض، فهيك حيكون شكلهم، تمام. هاي اول واحد، وهي الثاني هيك، اوكي، كلوز، جدا قريبات من بعضهم البعض، فبسمي هذا الاشي سينابس، تمام، انه هدول التو كروموسومز صاروا كلوز تو ايتش اذر، تمام، اوكي. هلا بما انه صار عندي، طلعوا هون صار عندي عملية اتحاد، صح، عملية زي اتحاد، اوكي، بين التو كروموسومز هدول كتير قراب من بعضهم البعض، فحتتشكل عندي ظاهرة اسمها الكروسينج اوفر، العبور الجيني. والعبور الجيني او الكروسينج اوفر بنقصد فيها هي عبارة عن exchange of gene between non-sister chromatide of homologous chromosome resulting chromosome from two sister chromatide genetically not identical resulting in genetic variation. هدول الكروموسومات اتقاربوا من بعضهم البعض، التو كروموسومز، فراح يعملوا، راح يحكي هذا الكروموسوم لهذا الكروموسوم، طبعا هدول الكروموسومات بيختلفوا عن بعضهم البعض، صح، هدول نان سيستر كروماتيد، نان سيستر كروماتيد، هذا الكروموسوم بيختلف عن هذا الكروموسوم. هلا طبعا الجينات اللي موجودة على هذا الكروموسوم برضو بتختلف عن الجينات اللي موجودة على هذا الكروموسوم، فهذا الكروموسوم رقم واحد وهذا الكروموسوم رقم اثنين. كروموسوم رقم واحد شو راح يحكي لكروموسوم رقم اثنين؟ شو رأيك أعطيك من جيناتي وتعطيني من جيناتك؟ بنعمل تبادل للجينات عشان أنتج، عشان أعمل أنتج جيل أو فرد بيحمل صفات وجينات مختلفة، تمام، بعمل variation. فشو بحكي الكروموسوم الثاني؟ اوكي موافق، فبعملوا اشي اسمه الكروسينج اوفر، وهي انه بتبادلوا جيناتهم بين بعضهم البعض، اوكي، تمام. هلا هذا العملية، هاي الشكل او هذه العملية الكروسينج اوفر، طلعوا كيف شكلها، مثل حرف الاكس، صح، مثل حرف الاكس. سو هدول الهومولوجس بير has one or more x، ممكن انهم يتبادلوا من هون، بيعملوا لي x shape، وممكن من هون، يعني ممكن يصير يعملوا هيك، تمام، هيك بيعملوا، صار من هون عندي حرف ال x ومن هون صار عندي حرف ال x، تمام، فصار عندي two x shape. هذه المنطقة اللي صار من عندها التبادل بسميها بكايزماتا، كايزماتا، المنطقة اللي صار من عندها عملية التبادل. لو سألك في الامتحان شو شكل الكايزماتا، تحكي له إكس شيب، إكس شيب، تمام؟
اوكي، هذا اللي بيصير بالبروفيز 1. بالميتافيز 1 راح تصطف الخلايا، عفوا راح تصطف الكروموسومات as a line up، تمام، وبتظهر طبعا عندي السبندل الكاينوتوكور والنان كاينوتوكور. الكاينوتوكور انها هذه بتنطلق من السنتريول وبتمسك بمين؟ بالسنترومير. اوكي، والنان كاينوتوكور اللي هي بتنطلق من التو بولز وبيمسكوا ببعضهم البعض، فبسمي هذا كاينوتوكور وهذا النان كاينوتوكور. اللي ما مسك بسنترومير هو النان كاينوتوكور، اللي مسك بسنترومير هو الكاينوتوكور. اوكي، اذا في الميتافيز راح يصطفوا الخلايا على شكل لاين، عفوا الكروموسومات على شكل لاين اب. في الانافيز هذه الكاينوتوكور راح تشد الكروموسومات، فراح تعمل سيبريشن، راح تعمل عندي عملية سيبريشن، فحينتج عندي سيستر كروماتيد على الأطراف، راح يتحركوا هدول البير أوف هومولوجوس كروموسوم، راح ينفصلوا، تمام، فحتصير عندي تتحرر السيستر كروماتيد على كل طرف سيستر كروماتيد. أوكي، النان كاينوتوكور راح تبلش تشد عشان تعمل عملية الانبعاج أو الانفصال الخلوي أو عملية الاستطالة الخلوية. راح تلاحظوا أنه الخلية صارت هيك عم تستطيل، شكلها صار بيضوي. بعدين في التيلوفيز and cytokinesis الكروموسوم، عفوا السيستر كروماتيد، راح يتجهوا للطرف، راح تظهر النواة، راح يرجع يتشكل النيوكليير انفلوب، وثم راح تبدأ عملية السيتوكاينيسيس زي ما كنا نعرف بالانيمال اسمها كليفش فرو، في البلانت اسمها اللي هي السل بليت. طبعا هون راح ينتج عندي الكليفش فرو، راح تنقسم هذه الخلية وتعطيني تو سيلز، هذول التو سيل فيهم هابلويد، هابلويد سيل، تو هابلويد سيل، تمام، تو هابلويد سيل. هذا وين؟ ان ميوسيس 1، ان ميوسيس 1 بيصير عندنا سيبريت للهومولوجاس كروموسوم، سيبريت اوف هومولوجاس كروموسوم. سو في الاخير حنتج عندي two haploid together cell، two haploid together cell. اوكي، تمام. هلا كل خلية، كل وحدة من هدول راح تكمل بميوسيس 2. لاحظوا بميوسيس 2 شو راح يصير عندنا. هاي ميوسيس 2، راح يدخلوا كل خلية منهم راح تدخل بالبروفيز 2. نفس الاشي بالبروفيس 2 تختفي النواة، تتجهز السبندل فايبر، بتصير الكروموسومات كوندنس، بيختفي النيوكليير انفلوب، بتبلش يصير عندي على شكل فراجمنت، وبتظهر الاستر والسنتريول، وزي ما حكينا بتتجهز السبندل فايبر، تمام، عشان يصير عندي سيبريت للسيستر كروماتيد. اذا في ميوسيس 2 شو بيصير عندي؟ سيبريت للسيستر كروماتيد، تمام. كل خليه راح تعمل نفس الاشي، انا هون نتجت عندي خليتين في الميوسيس 1، في ميوسيس 2 راح يصير عندي 4 خلايا، لانه كل خليه راح تنقسم لتنين، صح. اوكي، هلا بالميتافيز 2، بالميتافيز 2 راح تصطف السيستر كروماتيد هدول او الكروموسومات as a line في وسط الخليه، برضو راح تنطلق السبندل فايبرز، الكاينوتوكور سبندل فايبر او المايكروتوبيول كاينوتوكور اللي هي اللي راح تمسك بالسنترومير، والنان كاينوتوكور اللي هي ما بتمسك بالسنترومير. نفس الاشي هون بيصير عندي بالخليه الثانيه، راح تصطف هدول السيستر كروماتيد في وسط الخليه وبتنطلق للكاينوتوكور والنان كاينوتوكور. طبعا في الميتافيز 2 بتكون عندي هدول السيستر كروماتيد not genetically identical، not genetically identical. ليش not genetically identical؟ ليش في ميوسيس 2 بتكون عندي الكروموسومات او السيستر كروماتيد not genetically identical؟ السبب انه صار عندي crossing over في ميوسيس 1، مش صار عندنا crossing over في ميوسيس 1 وصار عندي تبادل للجينات، تمام، فصارت الكروماتيد not identical، تمام.
اوكي راح تدخل برضه في الانافيز، حيصير عندي سيبريت للسيستر كروماتيد، الكاينوتوكور والنان كاينوتوكور حيبلشوا يشدوا بالخلية. الكاينوتوكور راح تمسك السيستر كروماتيد وبتفصلهم عن بعضهم البعض، تتجه السيستر كروماتيد على الاطراف، والنان كاينوتوكور بتعمل استطالة للخلية. بعدين بتبلش عندنا مرحلة التيلوفيز. لاحظوا كل خلية راح تعطيني خليتين، اوكي كل خلية راح تعطيني خليتين. سو شكلت أنا في النهاية for together cell، كل خلية is haploid site of unduplicated chromosome، كل خلية فيها haploid site، كل خلية حيكون فيها هيك شكل الكروموسوم غير متضاعف، حيكون فيها الكروموسوم غير متضاعف unduplicated chromosome. بعدين رح تبلش عندي السيتوكاينيسز، نفس الاشي بينتج عندي الكليفج فرو، نوع الانقسام بيكون في الخلية كليفج فرو ان انيمال، وفي البلانت سيل بيكون عندي نوع الانقسام بتعمل سيل بليت. اوكي تمام. هلا اخر اشي بدي احكي لكم اياه انه الميوسيس 1 بنسميها بالريديوكيشنال ديفيجن، بنسميها بالريديوكيشنال division. ليش بنسميها reducational division؟ Because the reduce number of chromosome set from 2 diploid to 1 haploid. لأنه أنا الخلية بعمل لها بعمل لعدد الكروموسومات reduce عشان أنتج 1 haploid cell. في meiosis 2 بسميها equational division لأنه السيستر كروماتيد بيعملوا separation and produce haploid together cell. تمام؟ كمان زي ما حكينا انه هنا الهيومن سوماتيك سيل، الهيومن سوماتيك سيل عندهم 46 كروموسوم، هدول مرتبات على شكل 23 زوج، هدول ال 23 زوج او هدول ال 46 كروموسومات مقسمات للاوتوزوم وللسكس كروموسوم. الاوتوزومز هم عبارة عن 44 كروموسوم يعني 22 بير، والسكس كروموسوم هم عبارة عن 2 كروموسوم يعني 1 بير، وهذا البير بنقسم ل فيميل اند ميل. اوكي اكس اما يكون اما يعطيني اكس واي ميل او يعطيني اكس اكس فيميل. تمام اوكي هذا هو تشابتر 13 بكل بساطة، ان شاء الله توفقوا فيه وكون وصلت فكرته. الله يوفقكم يا رب ويعطيكم ألف عافية.